بعد ما تزوجت عرفت انه مضحك علي، وما كنت بعرف انه طمعان بمصاري. طلعت وحدة خبيسة والمي عم تمشي من تحتي وانا ماني دريان بشي. وبعد فترة قصيرة كشفتها، واسوأ شي بكل هالقصة انها لساتها على علاقة مع مهند حبيبها القديم. اثنيناتن هتافين طلعوا حاطين عيونن على المصاري. وقت اللي طلبت منها توقع على البروتوكول تبع الزواج بينت حقيقة الوسخة. وبعد منها طلبت مني الطلاق. بدر بيك، إذا كنت بتعرف هيك القصة ليش استمريت معه؟ لأني ما حبيت أطلع غبي قدام الناس، ما قبلت بهالشي على حالي. ومو بس هيك، كمان في وضع خاص لعائلتنا، يعني هيك قصة كانت رح تنتشر بالجرايد والصحف وتسيء للكل. وأنا حكيت لها هالشي، قلت لها استني شوي لتمر هالفترة، وطلبت منها خلال هاي الفترة ما تعمل شيء سيء يضر بعيلتنا. بس هي ما ردت علي، ومضينا كل هالفترة خناق، حتى بمرة من المرات، وطبعا السائق كان شاهد على هالشي وكان بالخناقة. أخذتوا أقوال السائق ولا لسه؟ أخذناها. جميلة خانم يبدو مهددتك، وفي شي تاني كمان. حسب أقوال السائق أنت كمان قايلة بدك تقتليني ولا بدك تقتلي حالي؟ صحيح. خلينا نرجع على ليلة الحادثة. ليلة الحادثة كنت قاعد المساء عم أتصفح بموقع الإنترنت، وطلعوا قدامي، يعني بقصد صورة متصورة مع حبيبة. وطبعا هاي الصور بس يطلع الصبح رح تكون نازلة بكل الجرايد. عصبت كتير واتصلت فيها، قلت لها ليش ما التزمتي بالشرط اللي بيناتنا، وقلت لها رح حط العقد بالتنفيذ. تخانقنا شوي وبعدين سكرنا. وبعد منا اجت على البيت، تخانقت مع الحراس اللي على الباب الرئيسي وسمعتهم كلام كتير سيء. اخذتوا افادتهم ما هيك؟ ايه طبعا اخذناها. حكيت مع الحراس وخليتها تدخل، ما كان بدي يصير فضايح أكتر. ومجرد ما دخلت هجمت علي وبدها تضربني. حاولت هديها وبالأخير هديت، وبعدها قربت علي وبدها تضمني وحاولت تبوسني، بس أنا ما جاوبت معها. ولما لقتني ما اهتميت فيها هجمت وعضتني بتمي. وأنا من وجعي قمت دفشتها، وطبعا هي وقعت على الأرض. وبعدين قربت منها لأطمن عليها، اطلعت بوشها لقيت شفتها عم تنزف، ما بعرف كيف انجرحت. ساعدتها لحتى تقوم ورحت لحتى أجيب تلج، وجبت معي تلج. ووقت اللي رجعت حسيت في شي نزل على راسي مثل البرق، ما بقى فهمت شو عم يصير. وبعدين ماني متذكر شي، فقت بالمشفى. مي أنا كثير حابب ساعدك لأنه وجاني قلبي عليكي. شكراً لإلك. يعني حياتك مليانة مشاكل، وإذا هالمرة دخلتي السجن رح تقضي عمرك جوا. أنت سمرة بوضع لا تحسدي عليه، وما بدك العلاقة مع بيت السينانير. حاجة تخوفني مؤيد؟ أنا ما عم خوفك، بس هذا هو الواقع يا سمرة. مثل ما قلتي في ناس كتير وراها لجميلة، بالأخير رح يلاقوا لها شي طريقة ويطلعوها فيها من السجن. بس أنت لحالك ما في حدا ممكن يساعدك، غير إذا مهند عرف بعلاقتك ببدر. ما بتعرفي شو ممكن يصير فيكي، وكمان أنا رح أسكت من شان مهند، يعني ما بدي يبتلى فيكي ويدخل السجن، لهيك ما رح أحكي. يعني مهند مو ناقصه مشاكل.
والله نطرونا كتير، وهي كمان بتكون ناطرة مثلنا وعم تحترق أعصابها، ما هيك؟ ما معنى غير نص ساعة؟ أنت بتدخل ربع ساعة وأنا بدخل ربع ساعة، يقطع عمرهم والله هيك قليل. يعني شو كان بيأثر عليهم لو خلوها ساعة؟ شو عم يدفعوا مصاري على الزيارة؟ شكري ربك اللي قدرنا نحصل على زيارة. طبعا بس عم بحكي من قهري. خلاص انت فوت بالأول وأنا فوت بعدك، يلا. لا قصدي أنا بدك ادخل أنا بالأول؟ مثل ما بدك، أنا ما عندي مشكلة مهند. خلاص ساوي اللي بتشوفيه مناسب. والله الصبر اللي بتصبره انت رح يقتلك. خلاص خلاص بتفوت انت بالأول.